امبارحة طلعت عدد كبير من الإشاعات أنه يارا عم بتعاني من الاكتئاب بسبب مشاكل خاصة وكتير كبيرة، ولكن اختارت يارا تكذيب هذه الإشاعات ونفيها بهذا الستوري على انستغرام، وعلقت بي مين قال مكتئبة ولا الستوريز عندي كله يارا مكتئبة، ما بعرف مشان شو، وكل واحد بيألف عكيفه. يا جماعة كنت مرضانة بس وقلت لكم هذا الشي، أنتوا فهمتوا الستوري غلط. بشكل مفاجئ شاركت بيسان اسماعيل هذا الستوري على انستغرام، واللي خبرت فيه المتابعين انه انس تركها بالسعودية وسافر للاردن، وهي كتير زعلت منه. هاي حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ صراحة انس تركني بالسعودية وسافر، ما توقعت منه الحركة وصراحة كتير تضايقت. بدي اشوف ردة فعلي، نضغط هون على الرابط ونشوف الفيديو. ولكن طلع الموضوع عبارة عن مقلب من أنس ببيسان، واللي شفنا من خلاله قوة العلاقة اللي بينهم وكيف ما يقدر الواحد يعيش بدون الثاني. شو رأيكم بعلاقة أنس وبيسان؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليقات. اليوم هو اليوم المنتظر لكل الريبورترز ومتابعين سعودي ريبورترز، اللي راح نشوف من خلاله الفيلم الوثائقي اللي راح يحكي عن الحرب اللي عانى منها وعاشها عبد الله بكر مع المرض ودخوله للمستشفى بسبب وعكة صحية. كشفت ياسو تي في عن سبب غيابها، واللي كان تحضيرها لفيديو جديد ومفاجأة كتير كبيرة. فشو هي توقعاتكم لمفاجأة ياسو؟ هاي، كيفكم؟ اليوم وين مختفية؟ وين أنا؟ وين كنت؟ أوكي، خليني أحكي لكم. مجهز لفيديو كتير 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 حلو، مفاجأة كتير حلوة. هاي واحد. كشفت نور ستارز بستوري على انستغرام وبشكل مفاجئ، مجيبة على سؤال من متابع كان هل أنت مرتبطة؟ وأجابت نور بنعم مرتبطة، ولكن لم تكشف مع من. فمين بتتوقعوا؟ شاركونا توقعاتكم بخانة التعليقات. احتفل امبارحة أب نارين بعيد ميلاده، فشارك هالصورة وعلق بي مفاجأة كانت لعيد ميلادي، وأجاب عن سؤال متابعة كتبت نفسي بين وجهه، وكتب بس بتطلعي بولادي بتشوفيني.